شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول عالم الآخرة، وحديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول وظائفنا تجاه الأموات، الأموات الذين رحلوا عن هذه الحياة، وغدوا رهائن القبور واللحود، ما هي وظيفتنا تجاههم؟ فيما مضى أشرنا إلى أن بعض الأفراد يتصورون أن دائرة الحقوق تقتصر على هذه الحياة الدنيا، فإذا انتهى فرد ورحل لم يعد له حق علينا، هذا التصور تصور خاطئ، وحقوق الآخرين علينا كما تشمل هذه النشأة تشمل تلك النشأة أيضا، فليمكن أن نقول إن حق الآخرين علينا بعد الموت هو أعظم من حقهم علينا في هذه الحياة، لأنه في هذه الحياة عادة يوجد البديل،
إذا ابن ما أنفق على أبيه مثلا، هذا الأب لا يموت عادة من الجوع، يمكن أن يكون هنالك بديل. ولو فرضنا أن هذا الأب مات من الجوع، فإنما يفقد حياة فانية، ولكن في تلك النشأة في عالم الآخرة لا يوجد هنالك أي بديل. ينقل ولو هذه القضية فيها شيء من الحدة، ولكنها حدة تعبر عن الواقع. نقل أنه رؤية أحد الأفراد في عالم الرؤيا، فقال الميت لهم: إنني أحوج من الحيوان الذي يتعرض لكم وترمون إليه بلقمة، أنا أحوج إلى هذه اللقمة من ذلك الحيوان، لأنه الحيوان إذا لم ترموا إليه باللقمة يذهب إلى مكان آخر، وأما أنا فلا يوجد لدي أي بديل. هذا الأب أو هذه الأم، هؤلاء الأموات لا يوجد عندهم بديل آخر. الأمل الوحيد الذي عندهم هو هذا الأمل، ولذلك في بعض الروايات أنهم عندما يأتون الأموات إلى الأحياء ويطلبون منهم فيرجعون بحسرة وندامة. لعلنا نقرأ الحديث في نهاية البحث. نعود إلى السؤال الذي طرحناه: ما هي وظيفتنا تجاه الأموات؟ هنالك ثلاث وظائف بالمعنى الأعم للوظيفة، الذي يشمل الوجوب والندب. الوظيفة الأولى إبراء ذمتهم. الوظيفة الثانية إهداء الخيرات لهم. الوظيفة الثالثة زيارة قبورهم. الوظيفة الأولى إبراء ذمتهم. قضية إبراء الذمة قضية مهمة جدا، وأغلب الأفراد، لعله يمكن أن نقول، يرحلون عن هذه الحياة دون أن يبرئوا ذمتهم.
الآن لماذا نذهب إلى الأموات الذين رحلوا؟ نحن يتمكن واحد بالليل عندما يضع رأسه على المخدة أن ينام مطمئن البال وأن ينام مرتاح الضمير. إذا واحد ما يوجد في ذمته أي حق لا لله تعالى ولا للمجتمع، كان واحد كاتب في وصيته لولده: لا يوجد في ذمتي حق لأحد. إحنا نتمكن أن نقول ذلك، لا يوجد في ذمتنا أي حق لله تعالى ولا يوجد في ذمتنا أي حق للمجتمع، بحيث إذا قيل لنا أنه أجلك يأتي بعد دقائق نكون قد انتهينا من كل شيء وقد أعددنا لكل شيء. أغلب الأفراد يتورطون في هذه القضية. المشكلة التي توجد ليست مشكلة إدراك وفهم، وإنما هي مشكلة قرار وتنفيذ. الفرد يفهم، يعلم أنه مدين لله تعالى، يعلم أنه توجد في ذمته فوائد صلوات التي فاتت، وبالذات صلاة الصبح اللي تفوت كثير من الأفراد، يعلم أنه هنالك حق للآخرين عليه، إما حق مالي وإما حق غير مالي، يفهم ذلك، وجدانه يأنب، يتمنى أنه يأتي يوم من الأيام يفك رقبته من هذه الحقوق. كل واحد منا يتمنى ذلك، كل مؤمن يتمنى ذلك، كل متدين يتمنى ذلك. المشكلة ليست في الفهم والإدراك، وإنما المشكلة في القرار والتنفيذ. أنا الآن في هذه اللحظة أي حق يوجد للآخرين أحاول أن أفك رقبتي منه، وكأنه ينقل أن هنالك باب في جهنم يقال له باب التسويف. إن شاء الله بعدين نوفق لذلك. المسوفون كأنه يدخلون من هذا الباب، لذلك وتبعا لهذه المشكلة أغلب الأفراد الذين يرحلون عن هذه الحياة تكون في ذمتهم حقوق، إما حقوق الله تعالى وإما حقوق المجتمع، إما حقوق مادية وإما حقوق معنوية. أفضل خدمة يقدمها الأحياء للأموات أن يحاولوا فك رقابها. راجعوا الكتب الفقهية
في باب قضاء الولي. الولي يعني الابن الأكبر. الابن الأكبر يجب عليه أن يقضي جميع ما فات أباه وما فات أمه من الصلوات والصيام، حتى إذا الأب 30 عام ما مصلي، 40 عام ما مصلي، هذه كلها بذمة الابن الأكبر، مو البنت الكبرى، الابن الأكبر يجب عليه في بعض الفروض. والأحوط وجوبا في بعض الفروض أن يقضي جميع ما فات والده، هذه وظيفة شرعية، هذا واجب. يتمكن أن يقضي بنفسه ويتمكن أن يدفع المال لأحد حتى يقضي عن والديه. إذا الميت مات ولم يحج، يجب قبل توزيع التركة على الوراث أن يخرج حج هذا الميت إذا كان الحج مستقرا في ذمته. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الديون في الرتبة الأولى، يعني أول ما نأتي إلى التركة يجب أن تخرج جميع الديون، الديون الإلهية طبعا باستثناء الصلاة والصيام. الصلاة والصيام في ذمة الابن الأكبر، استثنوا الصلاة والصيام. جميع الحقوق الإلهية وجميع الحقوق الاجتماعية يجب أن تخرج أولاً من تركة الميت، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الوصايا، إذا الميت له وصية، طبعاً التفاصيل الفقهية والتداخلات تطلب من الكتب الفقهية. الميت تخرج وصاياه من ثلث ما تبقى، أولا الديون، ديون الله، ديون المجتمع، كم تبقى من المال. إذا الميت عنده وصية، من ثلث الباقي تخرج وصايا الميت، ثم بعد ذلك الثلثان الباقيان من المتبقي يعطيان للوراث. إذا فرضنا أن ميتاً لم يخمس في حياته، أول وظيفة على الوراث وظيفة شرعية، يعني واجب أن يخرجوا الخمس من تركة الميت، هذا مو ماله، هذا مو ملكه. ظاهر الآية الكريمة الله تعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء، الغنيمة مطلق الفائدة كما يقول اللغوي، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، اللام لام الملكية، هذا ملك لله تعالى، هذا ملك للفقراء، هذا مو ملك الميت. هذا الميت يعتبر معتدي ويعتبر ظالم، هذا مو ملك الميت حتى ينتقل إلى وراثه، وإنما هذا المال مال الله، مال النبي، مال الإمام، مال المجتمع.
الفقراء الذين هم في المجتمع. هذا الميت وضع يده ظلما وعدوانا على هذا المال، ماكو تعارف في الحقائق، هذا النوع من الظلم والعدوان. هل هنالك فرق بين أحد يأتي ويشوف فقير ويسرق منه مالا، وأحد لا يدفع الحقوق الشرعية التي لم يجعلها الله تعالى له؟ هذا في واقعه ظالم وهذا في واقعه معتدي. راجعوا العروة الوثقى في كتاب الخمس، يقول: ومن منع منه درهما كان من الظالمين له، يعني لأهل البيت. إحنا ما نقول لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، هذا واحد من الظالمين له. هذه حقائق ولا مجاملة في الحقائق. أهم شيء، أهم وظيفة، أن نحاول إفراغ ذمة الميت. هذا الإفراغ قد يكون على نحو الوجوب كما في الموارد التي ذكرناها، وقد يكون على وجه الندب، مثل البنت الكبرى مثلا، بنات الميت، أبناء الميت غير الابن الأكبر. هذا الميت متورط في العالم الآخر، الأفضل لهم أن يفرغوا ذمته من ما في ذمته من صلاة وصيام. هذه القضية التي ننقلها تتعلق بالحقوق الاجتماعية المعنوية. كثير ما يكون الظلم في الحقوق المعنوية. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، يعني زوجاتكم. العشرة بالمعروف واجب. إذا الرجل مات ولم يكن قد عاشر زوجته بالمعروف، هذا ظالم لهذه الزوجة وذمته مشغولة. ينقل أحد الأفراد، يقول: رأيت في عالم الرؤيا والدي، والده، هذا منام له مقاطع، هذا المقطع الأخير من مقاطع الرؤيا، يقول: رأيته وشفتاه متقرحتان. فقلت له: لماذا شفتاك متقرحتان؟ قال: العلاج فقط بيد والدته، يعني زوجة الميت. أنا عندما كنت أناديها، هذه الحالة مع الأسف شائعة في المجتمع، الله تعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. واحد يطلق على واحد لقب لا يحبه، أو يغير اسمه على نحو لا يحبه، هذا متعارف في البيوت، في العوائل، في المجتمع. قال: أنا كنت أناديها باسمها على نحو لا تحبه، كان يغير في الاسم، وهذا نتيجة ذلك. كم واحد حقيقة يتألم عندما يرى آثار جناية، عندما الآخرون يرونه على هذه الحالة، إيش قد يتألم.
وانت حاول ان تسترضي والدتك، لان انا ما لي طريق اخر. يقول: فقمت وجئت الى والدتي ونقلت لها الرؤيا، قالت: نعم. هذا كان يغير في اسمي، وانا كنت اتضايق من ذلك. والان ما دام هو هكذا في هذا الوضع في عالم الآخرة، فأنا عفوت عنه. هذه القضايا تبقى في القلوب، والله تعالى لا يجوزه ظلم الظالم، على ما في بالي في الرواية: ولو مسحة بكف. حتى إذا تخلون إيدكم على واحد تمسحون وهو لا يرضى، الله لا يتجاوز عن ذلك. إذن الوظيفة الأولى إفراغ ذمته، وهنالك مسألة فقهية لا بأس أن نشير إليها. كثير من الأفراد يقضون فوائد احتياطاً. العلماء يقولون: يمكن أن ينوي هذه النية على نحو الترديد في المنوي، لا على نحو الترديد في النية. يقول: أقضي هذه الصلوات عن نفسي، إن لم تكن في ذمتي صلوات فهي قضاء عن والدي، إن لم يكن في ذمة والدي قضاء فهو عن والدتي، وهكذا عن آبائه وأجداده. يقولون: ما في إشكال، هذا ترديد في المنوي لا في النية، ولا إشكال في ذلك. الوظيفة الثانية: إهداء الخيرات لهم. طبعا هذا من لطف الله سبحانه، لأن الامتحان انتهى. إذا الامتحان انتهى، بعد أكو مجال للإضافة؟ خرجت من قاعة الامتحان وقدمت أوراقكم، انتهى بعد، لا يمكن أن تضيفوا شيئا. ولكن من لطف الله بعباده أنه رغم انتهاء الامتحان الله يبقي السجل مفتوح. كل ما تعملون من الخيرات للأموات، هذا يضاف إلى سجل أعماله. إهداء الخيرات لهم، الأموات ينتظرون ذلك، يتوقعون ذلك، يحتاجون إلى ذلك. هذه الرواية المحدث النوري رحمة الله تعالى عليه يرويها في المستدرك عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في المجلد الثاني صفحة 484. النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية يقول: إن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم. كل ليلة الجمعة يأتون يتوقعون، ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين في حالة بكاء: يا أهلي ويا ولدي ويا أبي ويا أمي وأقربائي، اعطفوا علينا يرحمكم الله. يحتاجون إلى العاطف،
يحتاجون إلى الشفقة. في مقطع آخر من الحديث اعطفوا علينا بدرهم، ولو درهم واحد يعطي بالنيابة عن الفقير. هنالك حالتان، حالة النيابة وحالة إهداء الثواب، هنالك فرق بينهما. اعطفوا علينا بدرهم أو برغيف أو بكسوة ثوب تعطوه لفقير. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله يشوف حالة هؤلاء. إحنا الآن ما نشوف، ما نعلم كيف يعيشون. الآن إذا يجيبون واحد في حالة يرثى لها، واحد دا يموت أمامنا، كيف نعطف عليه؟ لأننا نراه في تقرير أنه في كل ثانية يموت طفل في العالم من الجوع وتوابع الجوع. كل ثانية، الآن كم ثانية إحنا هنا؟ كل ثانية طفل مات في العالم. إذا طفل أمامكم دا يموت، كيف هذا المنظر يحرك مشاعركم؟ النبي صلى الله عليه وآله دا يشوف وضع الأموات في العالم الآخر، دا يشوف كيف يحتاجون، دا يشوف اضطرارهم، ولذلك حق له أن يبكي صلى الله عليه وآله. ثم بكى صلى الله عليه وآله وبكينا معه، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وآله أن يتكلم من كثرة بكائه. ثم قال، يعني بعد فترة، أولئك إخوانكم في الدين صاروا ترابا رميما بعد السرور والنعيم، فينادون بالويل والثبور، يقولون واويلاه وثبوراه. الثبور يعني الهلاك، واحد عندما يعيش في شدة ينادي وثبوراه وويلاه، كما في السيوطي البهجة المرضية يقول، يعني هذا ينادي موته، يقول أيها الموت أدركني حتى أرتاح من هذه الحالة. يعني حقيقة اضطرار، القضية قضية جدية لا توجد فيها مبالغة. فينادون على أنفسهم، فينادون بالويل والثبور على أنفسهم، يقولون يا ويلنا لو أنفقنا ما كان في أيدينا في طاعة الله ورضائه ما كنا نحتاج إليكم. فيرجعون بحسرة وندامة. يهدي لهم الخيرات وأنت شريك في تلك الخيرات، يعني الثواب يعطى للميت ويعطى للحي أيضا، لا ينقص من أجر الحي شيء. ليش واحد يبخل بذلك؟ قراءة سورة القدر على قبور المؤمنين 7 مرات، إذا واحد ذهب إلى قبر مؤمن يقرأ سورة القدر 7 مرات، فيها ثواب عظيم حقيقة. واحد عندما يراجع الروايات يجد ثواب عظيم لأشياء تبدو في نظرنا طفيفة. لاحظوا هذه الرواية، الرواية في بحار الأنوار مجلد 99 صفحة 298.
من قرأ إنا أنزلناه عند قبر مؤمن سبع مرات بعث الله إليه، الظاهر يعني إلى الميت، ملكا يعبد الله عند قبره، ويكتب للميت ثواب ما يعمل ذلك الملك، لعل ظاهر الرواية إلى يوم القيامة. يعني خمس دقائق تقرون هذه السور للميت، الله تعالى يبعث ملك عند قبره ويعبد الله كما يبدو إلى يوم القيامة. فإذا بعثه الله من قبره، الظاهر يعني الميت، لم يمر على هول إلا صرفه الله عنه بذلك الملك حتى يدخله الله به الجنة. ويقرأ مع إنا أنزلنا كم سورة أخرى. صلاة الوحشة في الليلة الأولى من الموت، أو في الليلة الأولى من الدفن. هنالك نظريتان في الفقه، أن صلاة الوحشة تصلى في الليلة الأولى من الموت أو في الليلة الأولى من الدفن. الوالد رحمه الله يرى أنها تصلى في الليلة الأولى من الموت، يعني اليوم إذا مات الليلة صلوا له هذه الصلاة. راجعوا في كتاب العروة الوثقى وفي بحار الأنوار، بلي في مجلد 88 صفحة 219، لاحظوا الثواب العظيم لهذه الصلاة 3-4 دقائق. ليش واحد يبخل؟ بعدين إحنا إذا ذكرنا الآخرين، الآخرون يذكرون أيضا، هذه آثار وضعية. إذا ذكرنا آباءنا وأجدادنا، أبنائنا، أحفادنا أيضا يذكرون. إذا الليل في صلاة الليل دعوتم لأجدادكم إلى آدم، المؤمنين منهم، أبنائكم وأحفادكم إلى يوم القيامة في صلاة الليل يمكن أن يذكروكم ويدعون لكم. أحد الأفراد رأى في عالم الرؤيا ميتاً، الميت كان أباح. هذا المقطع الأول من تلك الرؤيا التي ذكرناها. فقال له، كيف هذا السؤال الأول، قال كيف حال الأموات في عالم الآخرة المعذبون منهم؟ قال ألفاظنا لا يمكن أن تعبر عما نشاهده هنا، الألفاظ قاصرة. الآن أنتوا إذا تريدون أن تشرحوا لجنين معادلات هذه الدنيا ما يفهم، إحنا أيضاً لا نفهم معادلات عالم الآخر. ولكن أذكر لك صورة تقريبية، إذا الطفل يقول لكم ما هي لذة العلم، تقولون له لذة العلم مثل لذة السكر، هالشكل تقريب، لأن ما يفهم أكثر من ذلك. قال أمثل لك بمثال لوضعنا الأموات في عالم الآخر. إذا كنت في وادي وتحيط بك جبال شاهقة من كل مكان، ولا يمكنك أن تصعد فوق هذه الجبال للنجاة، وهنالك ذئب يطاردك
حيوان مفترس يطاردك، شنو حالتك في تلك اللحظات؟ شعورنا إحنا في هذا العالم هذا الشعور. ما يحتاج ذئب يطارد، إذا كنت في صحراء وسمعتم صوت ذئب أو حيوان مفترس، ما هي الحالة التي تطرأ على الإنسان؟ ما أدري اتفق لكم ذلك أو ما اتفق. حالة رعب لا يمكن أن توصف، الذين جربوا يفهمون يعني شنو هذا. هذا شعورنا قاعدة شعور المذنبين. السؤال الثاني، عندما نبعث لكم خيرات ما هو شعوركم؟ قال أمثل لك مثال، هذا المثال القدماء رأوه ويفهمونه. قال إذا كنت في حمام، حمامات القديمة العمومية، في بعض الأحيان واحد يشعر بحالة اختناق لأن زحام أكو في الحمام، البخار يتكاثف في الحمام، حمامات السباحة، النفس كثير، الأكسجين يقل، واحد يشعر بحالة اختناق، وأحيانا يشعر بحالة دوار، وإذا استمرت هذه الحالة واحد يسقط في شبه حالة إغماء. إذا كنت في هذه الحالة في هذه الأثناء فتح باب الحمام وجاء نسيم بارد منعش، كيف تشعر؟ أنتوا عندما تهدون لنا الخيرات نشعر بهذا الشعور. أنا المثال اللي أمثل لذلك، إذا واحد مصاب بضيق التنفس أحياناً يشعر بأنه يختنق يموت، فإذا في هذه الحالة جبتوا له أكسجين وخليته في حلقه، شلون يشعر بتلك الحالة؟ الروح ردت إليه. هذا شعور الأموات عندما نهدي لهم الخيرات. إذن الوظيفة الأولى إبراء ذمتهم، الوظيفة الثانية إهداء الخيرات لهم، الوظيفة الثالثة زيارة قبورهم. في الكافي الشريف في رواية صحيحة في كتاب الجنائز إذا تراجعون أنه زوروا الأموات، زوروا قبورهم، فإنهم يأنسون بكم، يفرحون بذلك. فإذا انصرفتم عنهم عرضت لهم وحشة، واحد كل ما يتمكن يبقى أكثر يأنسون أكثر. نختم حديثنا بقضية تتعلق بظاهرة اجتماعية خطيرة، وهذه الظاهرة هي ظاهرة العضل. الله تعالى يشير في القرآن الكريم إلى ظاهرة العضل ويقول في قضية لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم، في قضية معقل الذي عضل أخته جملاء
عن أن تعود إلى زوجها الأول عاصم ابن عدي أو عدي. ظاهرة العاضل، الآباء يمنعون بناتهم من الزواج بحجج واهية، الأمهات يمنع، الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات، كم واحد أكو بالعائلة؟ 100 واحد، كل واحد يتدخل بالقضية. ومن هي الضحية؟ الضحية هي هذه البنت. في تقرير أنه في بلد إسلامي نفوسه 60 مليون في وقت التقرير، أكو هنالك 15 مليون شاب وشابة لم يتزوج، لم يتزوجوا، يعني ربع المجتمع مو متزوج. لماذا؟ من العوامل المهمة هذه الظاهرة، ظاهرة العار، كل واحد يتدخل بالقضية ويخرب القضية، والآباء والأمهات في رأس القائمة بعضهم. هذا نوع من الظلم، العاضل، المنع. حتى راجعوا الكتب الفقهية، الأب الذي له ولاية على بنته البكر كما هو رأي مجموعة من الفقهاء له ولاية، إذا عضل بنته ولايته تسقط، بعد ما إلى ولاية. راجعوا العروة، بحث أولياء العقد. هذه القضية التي ننقلها تتعلق بهذه الظاهرة. في عهد بحر العلوم، العالم الشهير الذي كان لعله قبل حوالي 200 عام في هذه الحدود، لعله جاء مجموعة من الأفراد من إيران في طريقهم إلى الحج، مروا على بحر العلوم وكانت عندهم أموال يحتاجون إليها في عودتهم من الحج. قالوا له نجعل هذه الأموال أمانة وديعة عندك إلى أن نعود، صرر فيها ذهب، العملة في ذاك الوقت عادة كانت الذهب أو الفضة. بحر العلوم رفض، قال أنا ما أخذ أمانة. أكو هنالك رواية أنه لا تتعرضوا للحقوق، لا تخلوا في ذمتكم شيء، لأن تتعرض للحق قد تؤدي ذلك الحق وقد لا تؤدي ذلك الحق، ليش تتعرض للحق؟ إلا في حالة الضرورة أو ما أشبه ذلك. بحر العلوم رفض أن يستلم هذه الأمانة، ولكن قال فلان هذا أميني مؤتمن من قبلي، أنا أأتمنه، خلوا الأمانة عند فلان. هؤلاء الحجاج ذهبوا ووضعوا هذه الصرر الذهبية أمانة عند فلان، وذهبوا إلى الحاج. عندما عادوا من الحاج ووردوا النجف، بلغهم أن هذا المؤتمن مات. هذه القضية التي أنقلها منقولة عن السيد علي شبر رحمة الله عليه، ينقلها بسنده عن بحر العلوم.
فذهبوا إلى بحر العلوم وقالوا ماذا نفعل؟ هذا مات ولا نعلم أين وضع هذه الصرر الذهبية. قال فلنذهب إلى بيته، هذا عند أخت في البيت، نسألها. بحر العلوم مع هؤلاء الحجاج جاءوا إلى البيت، طرقوا الباب، الأخت فتحت الباب. بحر العلوم قال هؤلاء الحجاج وضعوا عند أخيك أمانة، صرر فيها ذهب، فهل تعلمين بمكان هذه الأمانة؟ قالت لا ما أعلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من أخي. أكو بعض الأفراد يموتون يترحم عليهم، بعض الآباء يموتون يترحم عليهم، وبعض الآباء يموتون أولادهم يسألون من الله الانتقام منه. أسأل الله تعالى أن ينتقم منه. قال بحر العلوم لا تقولي هذا الكلام، مضمون القضية. فأعادت كلامها، أسأل الله تعالى أن ينتقم. قال بحر العلوم ولماذا؟ إنه كان رجلا أمينا تقيا. قالت الأخت نعم إنه كان رجل أمين تقي، ولكنه حطم شبابي، كل ما كان يأتي هنالك خاطب إلي كان يرده بحجة من الحجج، الحجج الواهية، الحجج التي لم يعتبر الشارع الدين لها أي اعتبار، وهذا دمر شبابي. تدمير، تدمير يعني شنو؟ حقيقة مشاعر مرة. أحد العلماء كان يقول امرأة قالت لي، امرأة فاتها القطار على أثر قاعدة هذه التحججات الواهية، قالت أنا عندما أسمع في ليلة أن فتاة تزوجت تلك الليلة ما أتمكن أنام إلى الفجر. امرأة بلا والي، امرأة بلا كفيل، المرأة تحتاج إلى حماية، الرجل يمثل الحماية، هذه المرأة أي حماية إلها؟ ما إلها حماية. بعدين الأب يموت، هذه البنت تتشرد، ربما تصبح مستجدية على باب الطرقات، ربما تجان، ربما تبقى في بيتها وحدها. واحد يبقى في بيته وحده، امرأة خصوصا إذا المنطقة كانت منطقة غير مأمونة، تعيش حالة القلق والرعب من أول الليل إلى الفجر، من يتحمل هذه المسؤولية؟ هذا مو نوع من أنواع الظلم حقيقة؟ قالت إنه كان أميناً تقياً معتمد بحر العلوم، ولكنه دمر شبابي وحطم حياتي، أنا الآن عمري 50 عام وقد فاتني القطار. كررت مرة ثالثة فأسأل الله أن ينتقم منه. بحر العلوم فكر ماذا يفعل؟ أنا أختصر القضية. فقال لها أنا أضمن أن أعثر لك على زوج، إذا فعلت ذلك فهل ترضين عن أخوك؟ قالت بعد منو يرغب فيه؟ امرأة اللي صار عمرها 50 عام بعد واحد يرغب فيها؟ ومن يرغب فيه بعد هذا العمر؟ فضمن لها، اختصر القضية، فضمن لها بحر العلوم ذلك،
وزوجها بعد فترة رأى الأخ في عالم الرؤيا. الأخ المؤتمن فرآه في حالة شراح وسرور وقال له: شكر الله لك، أنا من كنت ميت إلى هذا اليوم كنت تحت المساءلة. ليش منعتها؟ ليش حطمت حياتها؟ الآباء الذين الآن عندهم بنات في بيوتهم الآن يتداركون، مو معلوم بعدين يوجد فد واحد بحر العلوم ينقذ ذلك الميت من المساءلة والمؤاخذة. الآن هذا الرجل حظه أن بحر العلوم أنقذه، قال: أنا كنت تحت المساءلة من يوم موت، وعندما زوجت أختي ارتحت، وأنا الآن في حال جيدة. قال له بحر العلوم: فأين هذه الأمانات الصرر الذهبية؟ قال: إنها مدفونة في بيتي في المكان الفلاني. قديما بنوك ما كانت حتى يخلون بالبنوك، كانوا يدفنون في البيت أو تحت شجرة، فذهبوا وحفروا ذلك المكان وأخرجوا الصرر الذهبية وأعطوها للحجاج. على كل حال، هذه ثلاث وظائف ينبغي علينا أن نحاول أن نعملها. الوظيفة الأولى إبراء ذمتهم، وهذه أهم وظيفة. الوظيفة الثانية إهداء الخيرات لهم، والوظيفة الثالثة زيارة قبورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور.